مرحبا بك كنزة مرسلية. أنا فرحانين بزاف بزاف كي قبلتي الدعوة ديالنا. تصفيق أحلى لكنزة. اليوم نعرفوا الفنانة كنزة مرسلية. اليوم راح نتعرفوا على الإمرأة الإنسانية المثالية اللي تهتم بالأمور اللي تقيس المجتمع ديالنا. هاكي واجدة باش تشوفي هذيك العفسة. هاكي واجدة تشوفي كنزة مرسلية عبر لي ريزو سوسيو ديالك. يلا طوب مانيدو. أكثر من 2 ملايين فولورز في الانستغرام ديالها. مازالني بعيد بزاف انا في الكونت ديالي. المهم كنزة مغنية مشهورة وممثلة واعدة، شفناها في مسلسل ريال ومسلسل كمكاتيب. ربحت جوائز عديدة منها جائزة أفضل مطربة عربية شابة. بدأت في ألحان شباب وشاركت في الموسم 10 لبرنامج ستار أكاديمي عربي. كنزة ماشي برك فنانة كاملة، بل هي قبل كل شيء امرأة بمبادئ وقيم إنسانية رائعة، مهتمة بعدة مسائل تخص المجتمع ديالنا. دارت لي لايف لتحسيس حول تلقيح ضد فيروس الكورونا، توعية ضد سرطان الثدي وحرائق الغابات اللي دمرت مناطق القبائل. نسيت حاجة، الديو الأخر اللي دارته مع دي جي عادل فات 4 ملايين فيو في بضعة أسابيع فقط ومازال. أول كنزة عندك تحدي اليوم، كي تخلص الحصة لازم تسمعي لنا صوتك الجميل. ماشي أنا اللي قلت كنزة. هذه الحلقة الأخيرة. ماشي أنا اللي قلت على الغنية. شوفي معاه وعلاش كلهم يهضروا. مرحبا بك كنزة، شكرا شكرا اللي قبلتي الدعوة ديالنا. شوفي لازم ديري لي برك تكوين فورماسيون باش نطلع شوية لي فولورز تاعي في الاخر. باش بلا فورماسيون هذيك من عند ربي. قسمي شويه معايا. خلاص معليش. كنزة انت فنانه كامله، هذه باينه، هذه على بالي عليها. وشنا يعني لي سوكسي اللي عندك في لي ريزو سوسيو، في اليوتيوب، الاغاني ديالك والتمثيل اكسترا. رانا حابين نتعرفوا على الوجه الاخر تاع كنزة. احكي لنا شويه على المبادرات اللي درتيهم فيما يخص تحسيس المجتمع في مسائل مختلفة. كي درت هاد لابتيت فيديو عانيت شوية باسكو بصيت باش لقيت دي زانفورماسيون على هاد الوجه ديالك، هاد الكوتي ديالك هيومانيتير. علاش ما تحبيش يعني تهضري بزاف على هاد المبادرات اللي ديريهم؟ اسكو هذا وجه من التواضع ولا ما هي يعني القصة وراء هذا التردد هذا؟ أولا مساء الخير عليكم، ميرسي بور لانفيتاسيون. يعطيكم الصحة اللي اخترتوني من بين بزاف، لأنه مانيش وحدي، لكن أنه اخترتوني أنا فهذا شرف لي. يعطيكم الصحة. أولا باش نجاوب على سؤالك، قلت لي تعبت باش لقيت دونك شوف يعني أنا هذا الموضوع راك قلت هذا موضوع إنساني، انا ما نحبش نشهر به بزاف. يعني لقيته هاد شويه كما الحمله التحسيسيه اللي درتها ضد كوفيد 19 وحتى يعني امور اخرى ما باش نهضروا عليهم دوكا ولا ومن بعد نخليهم من بعد نهضروا عليهم. عفي راحتك. ما نحبش نحرق لك لي زيت. شوف دونك قلت لك حتى الازمه اللي صارت لنا العام الماضي بخصوص الحرائق وكامل هذاك اوبليجي تبينه لانه كانت حمله كبيره. واش ثاني فكرني؟ سرطان الثدي. سرطان الثدي اللي كانت اغنيه جماعيه درناها لتحسيس ضد سرطان الثدي. شوف يعني انا مانيش ضد فكره انه نبين، لكن انا مدابية يعني كما تكون حاجه تستاهل تبان، كما تحسيس ضد مرض معين كما كوفيد، كما سرطان الثدي، كما امراض اخرى، كما الامور اللي صارت يعني مؤخرا في تيزي وزو، هادو اوبليجي يبانوا. لكن كاين امور اخرى اللي الواحد يديرهم بينه وبين نفسه، الواحد يتطوع بهم انسانيا، يتطوع بهم حتى يعني كيفاش نفهمك، يعني كاين امور بالك لازم الانسان كما يقول لك اليد اليمنى كيتمد لازم اليسرى ما تشوفهاش. فانا مانيش مع هذه الفكره 100%، وفي نفس الوقت مانيش مع التشهير في كل شيء 100%. يعني لازم يكون توازن، وين لازم نشهر ونوعي الناس
لازم وين ما لازمش، يعني الواحد ماذا بيه يخليها. شو المواضيع اللي تحسي بزاف منهم؟ شو المواضيع اللي تحسي روحك لازم، يعني لازم عليك تحضري عليهم وتحسي المجتمع ديالك اليوم؟ شفنا الكوفيد، يعني شفنا محاربة سرطان الثدي، شفنا ثاني كل الحرائق في تيزي وزو. انت اصل يعني اصل ديالك اذا ما مش غلط من تيزي وزو ديجا. كيف حسيتي يعني كي صارت هذيك الكارثة هذيك العام اللي فات؟ كيف حسيتي روحك؟ كيف حتى وين لقيتي روحك يعني تبادري وتحسي المجتمع في هذه القضية؟ شوفي، بغض النظر انه انا اصولي من تيزي وزو، يعني حتى لو صرعت هذه الحاجة في أي ولاية من ولايات الوطن راح نكون متواجدة بنفس الطريقة. عاود لي سؤال، تعيش الفقر السؤال الأول، يعني الجزء الأول هو ما هي المواضيع اللي تحسي بزاف منها؟ يعني المواضيع كما سبق وقلت لك في التدخل الأول، أنه نفضل أنه التدخل يكون في المواضيع اللي تهم المجتمع ككل، يعني لما تكون حاجه اكزاكتومون، لما تكون حاجه تقيس اكبر شريحه من المجتمع او كل المجتمع كما صار مع الامراض، مع الـ يعني الاوبئه او الافه اللي عشناها هاد العامين من 2020 2022. ان شاء الله تكون خلاصت، يعني على بالناش دوكا ان شاء الله دوك يخرج حاجه واحده اخرى دوك ان شاء الله خير. وخرج ان شاء الله ما يلحقناش ولا بس كيعينا. دونك كي يكون امر كيما هذا يهم اكبر شريحه، قلت لك لازم انه الواحد يوعي، لكن كي يكونوا امور هكا خاصه لنا افضل.